السلام عليكم. I can't say it when we might meet. Captain, I'm delighted to be able to welcome you back. نشوف شو الأسلحة المفروض نستعملها. نستعمل اللي جمد. اوكي نستعمل اللي جمد. نستعمل كهربائي. دقيقة ما تأكد من الدقيقة. اوكي نجمد، راح نحط نجمد ولا نخليه لا الطلقات العادية ولا نجمد. لا نبي هذا ونبي هذا، ما في غير اصلا. نبي طلقات هني، دمجها عالي. الاقي هذا طلقات عادية. نحط طلقات عادية خلا. زين الحين نطلع. نبدأ المهمة، نتأكد من شيء معين بالي. الديود كافية، الأشياء كافية، نتأكد من المكان. يسجل شغلة هذي قبل أطلع. نشوف هذا، لأن بالحالتين ما حسوي مهمته. I have a favor to ask. Do you have a moment? واحدة من الصناديق اللي لازم. Slowly here, Captain. وفي واحدة هنا. I have a favor to ask. Do you have a moment? في هذا هني راح ال ما لي خلق له صراحة، خليه ولا إذا في وقت سويت لازم هذا تدمج. خلينا نعطيه علاج. أوكي علاجناه.
نبدأ المهمة. حتى اللي جمد اللي انا حط حماية برا واختفي. انا حط اللي برا شو اسمه هذا واختفي. النخبة اللي كذي حط برا شو اسمه ما في اللي ثلج. حاط اللي حبره هذا المربعات واجد مختفي والله ظلم. كنت حاط والله مالي المكان كله. والله ظلم. كنت حاط والله فترة شو اسمه اشياء هني. والله كنت حاط اشياء هني. انا بالظلم من شي. اها شلون شافني؟ بس خلي تخلص المهمة وانا اعرف شنو كنت حاطة. تلقيت قبله بشوي. قاعد يصير في غلط.
والله ظلم مو طبيعي اللي قاعد يصير. ما كنت ادري شنو الاشياء اللي تطلع قدامي. لاني انا حاط حمايه برا نفس المربعات هذه كنت حاطهم برا، ما ادري وين اختفين. صار شيء ظلم هنا بسم الله. كنت حاط على حد كل يعني على شكل مربع نفس السور شو اسمه المربع هذا اللي يطلع ثلج، ونفس الطريقة بالأسلحة هذه خليها محاوط المكان كله. في شيء غلط صار. اوكي خلص الوقت احنا شوف شالوا هالي، كنت حاط حد كل هذا نفس المربع اللي قبل شيء اللي طلع ثلج. صدق ظلموني بالحركة هذه، كاني ضيعت موارد على الفاضي. بس الحين هذا اللي محيرني شنو الوحوش اللي راح تطلع لي. خليني اتاكد من شيء. هذا زيارات. اوكي انا جبت سي. لا اوكي سي ايوه. الله ظلم اللي صار. في اشياء انشالت من عندي صراحه، بس لا انا بعرف شلون اعرف، لان انا بالبدايه نكبت اني حطيت شغلات خارجيه ناريه واللي هاجموني نار فنكبت هني، ونفس الطريقه هني حطيت ثلج وطلع لي يدشون علي ثلج. فما ادري الجولة الرابعة شو بتكون، بتكون ثلج ولا ماي. مشكلة لازم تنطر يوم كامل عشان ترد تلعب مرة ثانية الجولة اللي بعدها. هاي الاثنين اقدر اشيلها. خلينا نعدل الأشياء اللي خربت. أوكي مضبوطة. أوكي ردت الأشياء هذي ولا؟ أتوقع إنها ردت. إلا في أشياء راح تصل. خلينا نتأكد شلون المستوى الأكل والماي. سالب ولا؟ الماي سالب. اوكي لازم نحط ماي. الماي هذا وين الماي؟ لا هني انا الكبير بقي لي لا هذا اكبر واحد بقي وشيله صح. صراحة لازم اشوف الجولة الجاية تكون شنو، لان عشان اعرف انا احدد شنو حط هني. لنكب بعد وبعد شنو باقي
العلاج هذي كسرتي اللي هني هذي اتوقع انه هني كانت هني اتوقع انه كشي انكسر اتوقع انه هذي تحت البيوت اثنين موجودات وين هنا هذا الليل وهذا خمسة اثنين اوكي الاكل ايش وضعها الحيوانات اوكي ما ضبطت هذا الليل اي هذا مالك شو اسمه اوكي نروح للسوق حط السوق اللي هني شنو اللي نقص من هني هذا نروح لأن المشكلة إنه حتى لو حاولت إني أحط بعيدة حدك مستوى معين يعني لك لا توصل للخط هذا مستوى معين خلاص من بعده ما تقدر تسوي زيادة فلازم المشكلة تسويها بطريقة معينة تقدر تضحي إنك تشيل كل الأشياء الموجودة من ماي وهذلن اخر خمس دقائق اول او اخر كم دقيقة وتضبط الدفاع عقب ما تخلص تشيل الدفاع وتحط هذا ترد الاشياء مرة ثانية عشان الماي والمو هذلن ف والله مشوار صراحة خلها على الطريقة هذا خلاص شوف لانه قاعد يزيد كل ما ضفت شيء يزيد يزيد على المشكلة خلصين من هنا نفس الطريقة من هنا بعدين نتأكد إذا ناقصها شيء ونحط السلاح اللي هو دقيقة هذا كم دمجة نفس بس الفرق بين هذا وهذا هذا الهواء ما نبي الهواء هنا نبي هذا شلون وضعه المشكلة ان هذا كل مرة بيطلق طلقة واحدة يوفر بس عيب الوحيد اللي بيصير انه شو اسمه مشكلته هذا اذا طلق بسرعة يخلص وفي حركة اني اخليها على الهواء عشان اتأكد من الاسلحة والامور هذلين اتأكد من هني كم قدرة كل سلاح لانه مسوي اعادة انتاج لاي سلاح نفس هذا مشكلته يدوي لازم اني الي تحكمه يعني لو نقول كم قدرته الهجوم 200 شو اسمه القدرة الظاهرة الدفاعية حقتها هذي 300 وهني 100 بس اكثر طلقات المشكلة مو عارف خلنا ما نتعبث افكر شغلة واحدة ان المرة الجاية وقت ابدأها كجولة اشيل كل شيء حوالي هذا اشيل كل شيء عرفتوا اقوم ما اشيل كل شيء احط قد ما اقدر من دفاعات هذا الحل الوحيد بعد ما اخلص اشيل كل شيء من الدفاعات هذلن وارد الوضع الطبيعي فما ادري صراحة خلنا نعدل الاسلحة والامور هذلن Thank you.
انا مدي لي حاطه للتخيل ولا انا تخيل انا متاكد اني حاطه اصلا نجي هني حتى هني شوي سلاح هذا وخليني الأسلحة نحط اليدوي هذا ونحط بخلي هذا هنا وبخلي هذا هنا وحنا نستعمل هذا يبى تخلى عن السنايبر انا راح احتاج هذا انا اتاكد وخلنا نشيل ذخيرة السنايبر اللي نحط سلاح مختلف هذا سلاح السنايبر من الغلط نحط هذا والسلاح هذا اي هذا اتوقع ان هذا احفظ حط هذا دخل تابية اوكي هني في صندوق على صندوق هم الصندوق هذا مهم هني اللي هو شو اسمه وين اسمه هذا غير مهمني ايوه هني وين هذا؟ لا هذا المخلوق هذا اللي يطيق ما ادري شو اسمه هذا هو اللي بيطلع لي بالمنطقة هذيك هذه لها تروفي معين شلون تسوي التروفي هذا وين الاشياء اللي عندي ايوه هذا شفت الصندوق هذا اللي شو اسمه وين هذا الصندوق لازم تحطه وياكله اذا كله شو اسمه وينفجر داخله تاخذ عليه تروفي والله اتوقع اني بسويها صراحة المهم هذا نحاول نسويها مو متأكد بس نحاول ان نسويها يعني ما اقولكم اني راح اسويها بس راح احاول فقط مجرد محاولة في شيء معين لازم تعرفه الحين الخريطة هذا الحين انا مبطلة صح لو دشيت منطقة نفس هذه المخفية ما راح تنفتح لي الا اذا غديت هني وانتقلت للمركز الرئيسي مع البيس حقك هني عاد تنفتح الخريطة اذا مت او صار شيء في المنطقة المخفية هذه ما راح تنحسب لك المشكلة انه راح شو اسمه هذا الصندوق ايوه هذا في صندوقين اتوقع في المنطقة هذه ولا اول مهمة تجيب فيها الجهاز هذا تلقاه بالمنطقة هذه اللي كنا نحميه قبل شوي تلقاه بالمنطقة هذه المهمة تاخذه من هنا تنقله للشو اسمه البيس حقك بعدين تسوي لك مهمة اساسية عليه وحدة والله يعينك عاد وقتها
ما راح يمكن تنفع وياك الحركة يعني كحماية. احتمال إذا أنت أول مرة تلعب المهمة يعني لأول مرة أول يعني استخدام لك للعبة راح تنهزم 100%، بس إذا أنت مسويها من قبل يعني على تخزينة ثانية ولا أي كان راح تلقى عندك أسلحة يعني متطورة مو نفس اللي يلعبها لأول مرة يعني اللعبة، فيمديك تفوز فيها. شوف منطقة مخفية. ايوه طلعت هذا انا هني المفروض اروح هناك. واضح المنطقة هذه طبعا اللي يلعبون كوب يعرفون المنطقة هذه فيها شو اسمه مهمة بالكوب، انك لازم تحمي لك نفس الجهاز اللي حميناه قبل شوي يعني لمدة 3 راوندات وراح تفوز اذا حميته. هذا بحالك اذا حميته، وتكون المهمات هذه صعبة عليك لانك انت خاصية الاختفاء او خاصية هذه ما راح تستلمها الا متى، فاخذها كاساسية مهمة اساسية يعني بعد ما تنهي التختيم حقك يعطونك مهمة واحدة تروح تنقذ لك شخص، من بعده يعطيك معلومات انك تروح مكان معين يكون بالخيط الثاني مو بالخيط هذي عشان تاخذ الجهاز، بس بيكون مشوار لها مشوار كلمة يعني بمعنى الكلمة يعني مشوار لازم اذا وصلت ترد، وهو هذا مشوار ثاني بعد لازم ترد فيه عشان تاخذ للبيس مالك وتنحفظ لك كمهمة تمت يعني. دقيقة انا هني المفروض شنو هذا اللي هني تقول اللي إن... اوكي هذا برج حقي اتوقع صح ولا هي البرج حقي هذا ولا انا غلطان؟ دقيقة هذا البرج حقي ولا ايه هذا البرج حقي سقطت. انا ما راح اوعدكم اني راح اخلص المهمة بس مثل ما يقولون نحاول نحاول لا بس. في صندوق هني المفروض اصلا ايوه الحين غصب تبدأ تنزل لك ينزل لك هذا هذا لازم بعدين الله يعين الله يعين انت غدا بس تكون مهمة ما ها خلصة بس كذي عبر صباح العادة طلع عليه عادي
سويتها توك شغلة زي الفل. اقدر اخلص اسرع من كذي، بس المشكله ان اسلحتي مو مخصصه له اصلا بالاساس. لو عندك طلقات متفجره او شو اسمه ناريه بالاصح افضل. او صندوق المفروض عند اللي وينه؟ ايوه هذا ايا كان ايا كان. ايوه ولا كلها انترف في الصناديق. بقى بس ذا الصناديق. لعب عيال. مشكلة الاشياء اللي حطيتها خلاص ما تقدر تستعملها. هذه ثقافة يمكن لازم يتعدلونها باللعبة صح. الشيء اللي خلاص ما كأني ما استعملت انا صار ما تدمج ولا صار في شيء. ما فضل اقدر ارد اخذه. بس يقولك شنو؟ انك تلغي او كانت تكسره. عندي حتى ما يعطوني عليه مواقف. شوف لو بدمجه او اشيله بالاصح ما يعطوني حتى عليه مواقف. سخافة صراحة. اي كان
لا والله لعب عيال اللي قاعد يصير بس خلنا نعطيك زجيج زيادة عشان لا يختم هاي ليل اخلاص ما ادري شو الفايدة بس لين اعتبر انه لحظة حتى سيء لا ما انتبهت عليه الا بالنهاية اول ما دستلم ما انتبهت على اليوم دعس هاي مشكلة ماني فاضي لك بس بعدك خبرت للمنطقة هذه أصلاً بس مو الحين خلنا ننتقل نرد شفتوا المنطقة هذه اللي كنت أنا فيها هني بالمنطقة هذه مو مخفية صح؟ لو مت ما تنحسب لي كأني ما رحت المشوار هذا كله بس إنه راح ينحسب إني أنا تضررت و وصرفت الذخيرة على الفاضي اوكي اخذنا هذا اللي. اوكي الحين شفتوا المنطقة اللي كنا فيها يعطيك حتى اثرك بالضبط وين كنت رايح احنا هني وخلصنا منها بعدين واحنا هني بعدين رحنا هني وثم هكذا وهكذا وهكذا خلنا نعبي ذخيرة من ناحية شو اسمه الدمج والامور هذا لان تقدر تاخذ علاج وتقدر تسوي الحركة هذه تختفي منك الاثار هذه شوف Hey, I have a favor to ask. Can you hear me out? Can I have a minute? Actually, a moment. Let's have it. اوكي احنا ما صافنا دخيلة كثير اصلا على من السلاح هذا ما خلصناها بالكامل للحين كان عندي زيادة هذا للحين موجود اوكي
مرتين مرة. بس أتوقع إذا سيفت وطلعت وهذا راح يشال ما يكون موجود أصلاً. شنو هم اللي أعطاني إياه؟ نفس الطريقة الصندوق والحيوان. أتوقع في أربع أنواع كلاب أو ذئاب أو إن كان. في ثلاث أنواع حذلن، في ثلاث أنواع أتوقع من أنواع الغنم أو إيش إذا أيا كان يسمونه غنم معز أيا كان. شو ممكن أسوي؟ أيوة ننتقل لأن بكتشف زيادة من المنطقة هذه صراحة، المنطقة اللي الصحراوية يسمونها. في طرف يقول لازم تفتح الخيطة بالكامل، يعني مو بس الخيطة هذه، الخيطة الثانية حتى تبطلهم 100% كاملة عشان تاخذ طروفي معين. يعني بالنسبة لي مو مهم صراحة. في طروفي شوي بيعقدني، يقول لازم تذبح 300 شيء قدم الظاهر او شيء اني ادعسه. فوالله مشكلة ما يعلمك كم باقي لك عشان تجيب التروفي، هذه المشكلة. بعض الالعاب ودك انه يعلمك كم باقي لك يعني من التروفي والله سخافة بعض الالعاب ما يعلمك. عطني علم كل اللي ترى دعس عدد ماي مو هذا الدعس، المشكلة ما يعلمك بالضبط. والخياس تدري شنو في توفي؟ يقولك لازم تصمل لمدة معينة الظهر بدون أكل بدون شرب بدون شيء. والله مشكلة، إيش قاعدني المدة هذه كلها بدون أكل بدون شيء. كان شفت إلا شيء هناك ولا؟ أيوة في هذا. شوف في فائدة إذا لقيت بيبا شو اسمه ماكن مسكر المصاري تصعد، لازم 100% راح تلقى لك صندوق هني. بس احيانا يقولك لازم تستخدم سنايبر عشان تجيبه اذا هو بعيد، عرفت؟ اذا هو بعيد لازم تستعمل سنايبر، هذه مشكلة. بعد ما ادري اذا انا جاي المكان هذا من قبل، لا مو جاي من قبل، طبيعي بيطلع لي. وحين يكون ترى مو بعيد، يكون قريب جنبك بالمنطقة هذه الزوايا اللي مو هذا اللي الله يهديك. صناديق تكون اشكالها، بس اذا قابلنا واحد راح اوريك شكله شلون يكون. صندوق كان نبتة تحت الشجرة. المهم اذا دشيت تدور عليهم باليوتيوب اشكالهم شلون بيكون. وعشان اسهلها لك يعني في صندوقي بيكون، دقيقة وين هذا البيس حقك صح؟ بيكون صندوق اذا ما خاب ظني، اذا ما خاب ظني تجي هني وضعها تلف من ورا، تلف من ورا تبتلقى لك بالزاوية هذي صندوق اذا ما خاب ظني. يا هني بالزاوية هذي او انه يكون لا بالزاوية هذي. إذا دشيت مني أتوقع إذا ما خاب ظني بتجي بالزاوية تلقى لك صندوق. مات الأكسجين هذي لازم تصنعها بعد. طلعنا احنا بالخلطة لا. أماكن شوي أحيانا تحس إنها غبية. وفي صندوق بعد اذا ما خاب ظني بيكون وين؟ في مبنى هني بيكون جنبه نفس مكان التخزين وما ادري شو اسمه داخله. اوكي تبين احنا
نعم فوت بينا تو اعطاني شو ايوه بينا في حيوان قدامنا لا وتبتلقى لك واحد اذا ما خبرني في المكان هذا وينه بالزاوية يعني الضاوية بالزاوية هذه قدام تبتلقى لك واحد دقيقة ايوه هناك اذا ما خبرني في واحد يكون هني محطوطة بأماكن حتى اتوقع انها تلقاها عندي لازم تجيبها برصاصة من بعيد مو لازم يكون لك مثل ما يقول لك يكون واضح عشان تقدر تشوفه احيانا يعني يحطونها مكان لازم تسوي شغلة معينة عشان توصل تصعد فوق مبنى تحط لك شيء عشان تصعد عليه ف مشكلة لازم تدقق على اشياء اخي الغباء تدري شنو لو تلعب لعب عادي بدون لا تعتمد على ملفات اللعبة وبدون لا تعتمد مستحيل تطلعها الا عاد واحد ما عنده شغل الا يتلفت على هالمباني او الجدران عشان يطلعهن يعني تلقاه يبحث اكثر منه يلعب عرفت يدقق على كل تفصيل بالطوفة يعني يجيك عند هذه ها يمكن تكون يوسوس عاد فمشكلة صراحة يا اخي ليت في يعني في اللعبة هذه فيها اضافات تضيفها على الشخصية انك تكشف لك الاشياء حواليك يعني من تبطل الخريطة يبين الاشياء حواليك شوف الاشارات اللي انا حاط عليها اعرف ان انا صناديق لاقين فيهن خاصة انا مغمزهم بالستار بالنجمة ففي وحدة هني في وحدة اذا في نفس الشيء تصعده نفس برج او شيء تلقاها باغى النطاق اي حيوانات اتوقع ولا لا هذه مهمة حق هذه لازم اشغلها وقصة طويلة مشكلتها مشكلة صراحة لازم تحميها وقصة ما لها داعي يا اخي ليت اذا حطيت شيء يكون ثابت يعني ما يختفي يعني مهما رحت ورديت بتلقاه موجود مشكلة ما في الحركة هذي خلاص اذا رحت ورديت بعد شوي يمكن ما تلقاه فغباء صراحة بس والله اللي عاجبني باللعبة شغلة يا اخي التخزينة ما توحل الكلام يعني اسلحة اشياء طلعتها ما توحلك تقدر تستعملها على شخصيتين نفس الاسلحة ما يقولك لا اذا تبي تصنع اذا تستعمل نفس السلاح لازم تصنع نسخة له حق الشخصية الثانية بيكون غباء صراحة ما ادري صراحة ما في شيء تصل فوق صندوق انا شايفه بس ما راح اروح له مالي فاضي له صراحة اخر همي اقدر اروح اخذه بالوقت اذا تروح له بحالة واحدة اذا هو محددين لك لها مهمة يعني نفس هذا يقول لك راح هناك تلقى لك شغلة معينة فندق اي كان الدواء الخضر بيكون ان شخص تنقذه عشان تضمه للقاعدة حقتك لا لا مو تلتفت يوم جيتك مشكلة انا ضايف شخصية خاصية ذبحته يختفي يعني كاني اخذ مواد اذا لا اسوي له نفس اني اخذ منه مواد قبل شيء اضغط عليه مربع وهذا وعلى طول من يذبحه خلاص اخذ اعرف يعني. مشكلة إذا بدي أعشق المفروض يخلولك زر معين للتعشيق يعني مختلف عن الجمع
اوكي حاطه هنا. اوكي وين المنطقة اللي عندنا هذه بتكون صح؟ في صندوق فوق. حتى احيانا تلقى الصندوق داخل هذا اللي. يعني ما مشكلة يحطونها بأماكن شوي غريب، نفس اللي تجي تلقى الصندوق فجأة داخل هذا كمثال، إذا أنبوب مفتوح تلقاه، ما أدري أحسها غباء. ترى مهمات صعبة مشكلة، ما يعني مو اختياري إنك تقدر تأجلها لا تجيب شغلة معينة، لا خلاص ما جبتها الله يعينك. نفس هذه لو تصعد تصعد المشكلة ما تقدر تطلع تستخدم الخريطة اذا انت تسلق. الحين يقولك تلقاها هني في الاماكن هذه، تخيل انك تلقى لك وحدة صندوق، اذا ما خاب ظني كان في صندوق هني او بالزاوية هذه. نفس الطريقة وينها؟ نفس الطريقة هني فوق هذا، تلقى لك صندوق وينه في مكان اذا ما خاب ظني تصعد فوق. اي هذا نفس الطريقة هذي، تصعد فوق تلقى لك صندوق موجود بالمنطقة اللي فوق هذي، يعني وانت تحت ما تشوفه بس تصعد فوق تلقاه. يعني صراحة اشوفها طريقة يعني غبية، يعني الواحد وقت يخلص مهمات يمكن ما يجمع الصناديق هذول الا بالنهاية اذا ختم، يكون يعني نفس الوقت الحالي اللي انا فيه ما تقدر تسوي شيء، عرفت؟ مالك لا تنتظر تنتظر شو اسمه على حسب الوقت، نص ساعة او نص ساعة توقف نص يوم اذا ما خاب ظني، لا 24 ساعة يوم كامل عشان فتسلى باي شيء موجود. لأن بعد التختيم على طول ينفتح لك النظام هذا، يقولك يلا الله يعينك سوي. يعني عندك من ليفل 1 أساسي تسوي طبيعي، عرفت؟ لا مو ليفل 1، ليفل 0 أساسي إذا ما خاب ظني، تجربة بس يجربولك المكان، بعدين تبدأ تسوي كامل. المشكلة شنو بالحركة هذه؟ الحين أنا سويت تنتين من أصل 4 صح؟ اذا فشلت بوحده منهن خلاص تنعد لك الليسته كامله. يعني انا فزت مرتين، لو فزت ثالث مره وخسرت برابعه خلاص تكنسل لي السالفه كلها، لازم ابدا ليفل 6 من جديد وانطر 4 ايام نفس الطريقه. ما ادري اذا خسرت لازم تبدا من جديد على طول ولا لازم تنطر. وفي حركه انك تخليه الحين يشتغل يعني الوقت، عرفت؟ يعني يقولك ادفع 100 وهذا على طول تبدا. ما علي بعدي عندي الوقت كله فاضي انا. فعندك هذه اكتشفنا هني الطريق قبل شيء، اهم شيء انك ترد للبيت حقك عايش يعني ما تموت. اذا خسرت خلاص الله يعينك، ترد يبدونك من البيت حقك مدمج ورايح فيها ودخيلتك رايحة، والله يعينك على قولتهم الله يعينك. بتوقع لما بتشيك على الليفل 6 المستوى اللي بعده بيكون ثلج اللي يطلعوا لي ولا نار، لان عشان اعرف احسبها عدل. في واحد هنا لازم اروح اجيبه، بس ابي واحد بس يساعدني بشغلة معينة. بس خلني اخذ مهمة هذا علمني يعني بالضبط اذا هو مجرب يعني هذا. خلاص هو ما يعطونك الا شخص واحد مهمة حق اسير. يعطونك صناديق ما صناديق، او احيانا يعطونك يعني مهمة حق طير معين لازم تروح تجيبه. خلنا
نخفي العلامة اللي حطيناها هذه في البيتة. I've got a favor to ask. Will you listen? في شو اسمه طير معين لازم واحد يجيبه. وين مشكلة. اوكي هذا شنو؟ الصندوق. وهذا حيوان. حيوان اتوقع اذا ما خاب ظني. يا حمار. يعني العادي يا حمار المخطط. اللي يسمونه حمار الوحشي. واحد من الاثنين هذول. I have a favor to ask. Do you have a moment? يا هذا اتوقع اذا ما خاب ظني. اوكي خلينا نتاكد منه. دقيقة خلينا نشيك على اللي قلت لكم اياه. بس بتاكد انا من الشيء هذا. هذه ايوه أبتأكد من هذه أبعرف اذا اخذت هذه هي مره واحده استعملها ولا على طول تكون موجوده عندي لان عشان اتاكد منها هذه بالذات اللي احتاجها بس يعني ما احتاج شيء ثاني الاشياء الثانيه مو مهمه اقدر اجيبها يعني نفس اللبس هذا جبته تخيل اني جمعت 1000 وجبت هذا وجمعت 1000 فوقه وجبت شخصية ثانية واقدر ابطل اي شيء هني يعني نفس هذا اقدر ابطل عادي ما عندي مشكلة بس انا اهم شيء عندي اللي هي هذه بالذات اللي ابعرف شو وضعها مرة واحدة استعملها ولا شلون طريقتها او ان الشخصيات اللي عندي ارفع ليفلها ولا شلون طريقتها لان الشخصيات اللي عندي نفس هذين كمثال هذا وين اعطيت نقاط هذا صح لا شلون اضغط عنده مثلث اتوقع دقيقة لا 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 ارجع عنده هنا ولا اتوقع انه اضغط هنا اوكي خلنا نعالج هذا اضغط على مثلث بعدين اضغط كذي ايوه وازيده من النقاط هذه بس ما اعرف انا بعد الخواص هذه شلون فايدتني يعني شو الفايده اني ارفع فيه يعني لو رفعت فيه نفس هذا يفيدني ولا ما يفيدني لان انا ضايف عند هذا تقريبا حول 20 وهذه طاهر ضايف عندها حول 61 وزود بعد فبعرف شو الفايده راح ترفع لي الاشياء هذه اللي هي الاي والسي والدي ولا ايش وضعها عندك المهمات هذه خلينا نتاكد منها ايوه المهمات هذه اللبسين هذول نشوف عندي جايبهن اقدر اجيب دقيقه اقدر اجيب صبغه الوجه التنتين هذولن جايب هذولن هذا القناء الوجه حاط على الشخصية الثانية اقدر اجيب هذه يعني بس للعب لي كذا مهمة خلاص اجيب بس المشكلة حتى شوف الخيط هذا اللي جبتهن بس عيب الوحيد شوف اذا جيت اصنع خلاني اجيب اذا جيت اصنع انا هذه المشكلة وين ايوه هني كرافت شوف شنو مطلوب مني طالب مني شو اسمه قلب حق من حيوان معين فالمشكلة مو عندي الحيوان هذا اتوقع ميزة لان انا اللي عندي تبدأ بهذي وصنعت هذي انا خلاص عندي هذي احتاج هذي فاذا ما خاب ظني هذا الطير الظاهر لازم تجيبه اذا ما خاب ظني عندك هذي لازم تجيب 20 نقطة من هني هذي لها طيغة معينة قصة ما لها داعي عندك هذا نشوف يطلب منك شغلات معينة هذه مشكلة شوف لو يعني صرفت على 15 هذه على هذا لازم اروح اجمع 20 قصة طويلة ونفس الطريقة هني 15 ما اني ما احتاجها اصلا صراحة يعني الحجم الكبير هذا ما استحمل المتفجرات بكثرة انا عندك هذه لازم اجيب شو اسمه نوع معين من الحيوانات نجيب بالطريقة هذي خلنا ناكل اتوقع ان انت راح الطاقة مو كثرة مو طبيعية
محتاج اروح شو اسمه اجيبني واخذ من الموجودات عندي بخنصنة. البطاط والامور هذا اللي انت تلقاها مهمات يعني. شوف الميزة انه شوف انا عندي كل الاشياء هذه شوفها دققوا عليها عدل. هذا اللي الماي 6 800، تخيل 870 يعني زجاجة ماي كاملة، يعني عندي الماي بكثرة مو طبيعية. خلنا نطلع. مشكلة يا ليتهم يحطون يعني خيار هني انك تقدر تنقل للشخصية الثانية اوتوماتيك يعني على طول دايرك لها، بدل لا تطلع شو اسمه من اللعبة كاملة بعدين ترد تدخل لها مرة ثانية. فاشوفها غباء صراحة. المفروض يعدلون خيار هذا صراحة، مو عاجبني. الحين لو بختار لازم شفت القصة هذه كلها عشان احول على الشخصية الثانية. ما علينا، طلعت التصميم صراحة. فقصة طويلة عشان تغير من شخصية لشخصية، فالمفروض يخلونها خيار سريع. اذا هو موجود انا ما اعرفه صراحة، اذا هو موجود صراحة. بس المشكلة شنو انك ما ادري، احس ان يا اخي لو يسهلونها زيادة يعني. انت خلاص خليت اني اقدر استعمل الاسلحة كاملة، فخل بعض الاشياء يعني اوتوماتيك ويا الشخصية الثانية. اوكي الشخصية انها تختم القصة انا ما عندي مشكلة، بس على الاقل خلنا جزئية هذا. عرفت انا مصر. شوف ليفل 5 لازم العب نفس الطريقة بش هذه المهمة اللي يقولك اساسية، هذه اجباري كل الناس تلعبها، الباقيات تلعبهن الظهر بعد التختيم. عندنا اشياء كثيرة، ومشكلة الخريطة حتى ما تكون مختمة يعني بنفس هذاك. شوف عندي جنود تقريبا اقل، بس شوف المشكلة شنو الخريطة. شوف هني 51، لو ترد على المقطع او البث قبل كم دقيقة يوم كنت على الشخصية الثانية تكون المسافة والاشياء هذه اقل. بعد شو كنت بسوي هني؟ هاي شو كنت بسوي هذه؟ اي نرفع الاشياء هذه. شوف الاشياء هذه الاربعة ما تطلع لك، الاربعة هذلن ما تطلع لك الا بعد ما تختم يعني خلاص القصة كاملة او تختيمة المهمات الاساسية. بعدين عقب ما تخلص تصير المهمات اللي تسويها اللي هي حماية البيس حقك. فالليفل الاساسي هو 40، بعدين ينضاف عليه الليفلات اللي على الشيء هذا. عرفت لو انا الحين كمثال دقيقة مربع صح؟ ايوه لو اختار شوف نزل الليفل، شوف 55 نفس الشيء. هني شوف لان على حسب مستوى الليفلات الزيادة. بس تسعوا العيب الوحيد الثاني او ما ادري كم العيب هذا اللي يسمونه، ما ادري كم وصلنا عيب باللعبة، اللي هو الحين عندي انا نقطة زيادة وكل شيء انا معبي. فالمفروض يضيفوا لي لو شغلة واحدة زيادة هني استعمل فيها النقطة الاخيرة. فشكلها سخيف ان نقطة عندي زيادة وانا ما عندي شيء يعني اقدر استعملها عليه. يعني شوف كله بون فل نجوم، فمو عارف يعني وين احطها النقطة الاضافية هذه. عندك الاشياء كل واحدة لها خواص، يعني هذا اللي خواص اساسية عرفت، بعدين تتنقي من الاربع هذا اللي شو اسمه تضيف بالماكن هذه. فانا جمعت شنو ان اول ما اذبحه على طول يعطيني الموارد حقته، انه يكون اخف يعني ما يسمعون هذول اسهل يعني، يعني تكون الحركة حقتي من وراهم يعني بدون صوت.
هذا اني من اسوي كذي على طول على اي مكان على طول اخذهم كلبهم دفعه واحده. وني من مسافه شوي ابعد مو لازم اكون ملزق فيه عشان اقدر اذبحه وبس. يعني لو فيها نفس حركه شنو خويك عنده نفس الخواص هذه، مو الخواص هذه يعني مختلفه هني، انه يستعمل كمثال هذه او يستعمل هذه كمثال او هذه وياها، يعني هذه ضرر الطلقات الظاهر ما خاب ظني، وهني عدد زيادة للطلقات وما هذا. هني تعديل الشخصية مشكلة لودينج مشكلة. عيب الوحيد بعد في عيب زيادة كنت لازم أقوله، إذا صارت مشكلة بالإنترنت خلاص ما تقدر تلعب، هذه مشكلة. يعني أحيانا أدش ما أقدر ألعب، يقولك في مشكلة يعني عاد تعديل ما تعديل والأمور هذه، الوجه عرفت خشين الأمور هذا اللين هذه الوجيه اللي على الوجه دوش والأمور هذا اللين. هذا اللي تقدر تشتريهن قبل شيء. انا اول ما بديت حطيت هذا الشكل هذا، بعدين حطيت ثبتته على هذا على طول، ما راح اعدل شيء. ولازم اعدلهم بعد سالفه يا اخي، صراحه ما احب الشخصيات اللي تكون صامته بالالعاب صراحه ما تتكلم. اوكي يعني انا ما اقولك ان لازم تكون على طول تتكلم الشخصيه، بس يعني وقت يصير حديث بين الشخصيتين على الأقل في حوار أخذ وعطاء ويا الشخصية، فما أدري أحس إنها سخافة إنهم ما محددين إلا بشغلات معينة. وتبي دليل إنهم مو مدققين بالشي هذا من ناحية الكلام. إذا اخترت الحين كمثال مو هذا، دقيقة مو هذا حتى يش. لا صح ما تصير هني، لازم تكون بالكوب عشان تشتغل. خلينا نعطيها اكل وماي، شوف تشارك كل شيء. والله ما خلقي اطلع وراح جبال. خلينا ندش الكوب كمثال. مايك مشغل. مالي خلق حتى اروح البارتي. صراحة بيكون مشوار. المنطقة هذه انا صراحة ما اعتبرها كوب، اعتبرها اونلاين عادي. ما كوب انك تدش قصة الشخص وتلعب وياه. انزين خلنا نسوي ذخيرة وما ذخيرة تدققون. يعني لو تردون شوي بالمقطع الأشياء اللي قاعد استعملها هي نفس الأشياء اللي استعملها على الشخصية الثانية، تخيل نفس الشيء، ما في لا زيادة ولا نقطة على الشخصية، فميزة حلوة صراحة أحسن من بعض الألعاب اللي إذا مسحت الشخصية خلاص راح عليك كل شيء. شفتوا تذكرون كانت كم هني 870، ها اقدر اخذ منها اي شيء احتاج منها. نفس الشخصية. شو يمكن نسوي؟ ايوه ندش هني، بس هني المشكلة اللي هي لازم انت تسوي تعبي الاشياء اللي خاصة بالشخصية هذه كمهمات هي تسويها. فا اوكي لا لا ما هذا لازم تجيب من ليفل ايه
يعني كحماية للجهاز أو الآلة. خلنا نبدأ إيدي حاليا عشان أخلص ولأشرح بعض الشغلات. عفنة الكوب أن تدش أنت ويا الشخص يعني بخريطته وتلعب وياه يعني كأنك شلون كأنك تكون وياه بنفس البيت وتلعب وياه، عرفت؟ من نفس الجهاز. هذا اللي أنا أعرفه كوب، إنك تلعب وياه بنفس الخريطة، يعني تنهي وياه مهمات والأمور هذيلا. بس الأونلاين العادي اللي هو تدش على حسب السيرفر اللعبة ولا على حسب شنو مسوي اللعبة كإيفنت لك. ترى الإيفنتات اللي تطلع باللعبة ترى كويسة مو سيئة، يقولك احرز نقاط معينة وراح تجيب شغلات. وفي شغلات تشوف إذا جبتها خلاص، لو جاتك مرة ثانية بإيفنت يعني بعد كم شهر خلاص هي مبطلة عندك وخالصة. بس في أشياء لازم يعيدون يعني كل مرة يسوونها، يعني نفس اللبس اللي وريتكم إياه لنفس اللي عندي بس مسكر، أنا مطلع من قبل، فحتى لو نعاد الإيفنت أكثر من مرة خلاص أنا شاري وخالص. يعني كأنه يعطونك فرصة إنك تبطل شغلات إضافية، يعني تكون لك شخصية. وميزة بعد ترى مو ما أدري ليه ما حد يتكلم فيها، اللي هي إنك مهما تبطل أشياء عرفت باللعبة وتمسح شخصيتك، الشيء الوحيد اللي تسويه من جديد اللي هي شنو تختيمة القصة بس. الأشياء من طاولة تطوير، من أسلحة، من الأمور هذا اللي موجودة عندك، يعني ما يحتاج حتى توصل يعني لو ختمت كل شيء وطلعت جميع أنواع الأسلحة، كل اللي تسويه إذا عدت الشخصية يعني نفس الشخصية اللي تلعب فيها بس تختيمة قصة. يعني ما يحتاج حتى تعوي راسك تفكر يا أخي لازم أجمع ماي بعدين أسوي له تصفية بعدين أخلي ماي عذب، قصة طويلة. شوف عندي 870 زجاجة ماي نظيف، يعني لو سوي 10 شخصيات ولا يفرق عندي إلا بسالفة تختيمة القصة. بس هي المشكلة أنا إذا ختمت القصة لازم تحمي البيس حقك مدي كم مرة صراحة، إذا ما خاب ظني توصل ل9 مرات ولا 10 مرات. فتخيل شوف المدة اللي بتسوي فيها، وكل مهمة تسويها يعني أول أضع 5 مستويات حماية، 3 ليفلات أو 4، ما أدري، لا دقيقة، أول 4 مرات تحمي الجهاز هذا يعطيك 3 راوندات، وكل راوند بيوم. يعني أول ما تشغل خلاص خلصت منه تنطر يومين اللي هي شنو اليوم الثاني اللي هو حق الراوند الثاني والثالث اللي بعده. يعني هي مشكلتها بالأيام راح تتأخر، بس إذا عندك فلوس والله تخلصها بدقيقتها، يعني تخلي يختصر لك الوقت تبدأ على طول ويا المهمة. ومو لازم تدفع ترى بالنهاية، اللعبة هذه مو أساس إنك تدفع فيها صراحة. يعني سالفة إنك تضيف شخصية ثانية مو لازم، تلعب وتضيف شخصية ثانية وين المشكلة؟ أقدر أوصل 4 شخصيات وين المشكلة؟ بس والله الأساس يعني إذا واحد بيلعب صراحة أنصحه بنصيحة واحدة، إذا بيلعبها يلعب بشخصية واحدة يطلع كل شيء فيها حرفيا. يعني حتى شفت النظام الحماية اللي كنا نسويه قبل شوي براوند 6، يعني خلصت منهم جولتين وبقيت جولتين زيادة، هذه يخلصهم بالكامل يختم كل شيء فيها. حتى مو شوف توصل لدرجة ان شنو مو اساس انك تسوي الشخصية هذه انك خلاص راح تكمل عليها، حتى لو تمسحها بعدين مو مشكلة، بس انت تختم فيها كل شيء عشان تطلع جميع انواع الاسلحة، جميع كل شيء، وجميع حتى تفتيح التروفيات الموجودة باللعبة. يعني عرفت انك تبطل الخيطة بالكامل ومو غذلن، خلص فيها كل شيء، او خلها يعني كشخصية جانبية انك عشان تبطل فيها الاشياء، وخلى الشخصية الثانية بعد ما تجمع لها يعني عملة اللعبة انك تلعب فيها وترتاح. بس بعض الألعاب يقولك شنو خلاص مسحت شخصيتك الله يعينك ابدأ من الصفر، كل شيء طلعته قبل الله يعينك
قطه بالزباله وابدا من جديد. شو الفايده؟ اتعب وقعد لي يمكن بلا شهر وانا اسوي الشخصيه والفلها ومدري شنو واطلع اشياء نادره. وبكل بساطه خلاص خلصت مسحت الشخصيه، او ان كان الخطأ اللي صار خلاك تمسح الشخصيه، او صار جلتش وانحذفت الشخصيه، ايا كان يلا ابدا من الصفر. يلا الله يعينك. او اذا جيت تبدا شخصيه ثانيه تبي تسوي لك شخصيه كمثال رجال وشخصيه مره، يلا ابدا من الصفر. شو الفايده؟ عشان كذا قلت لكم يعني فيها ميزه وفيها عيب اللعبه، يعني ما مو كامله اللعبه، فيها عيوب. ما اقول لك انها ما فيها عيوب، فيها عيوب بس ما ادري. وسالفه انها ما تستحق انها تكون اسم ميتل جير ليه؟ يعني ميتل جير شنو معناته بالعربي؟ معدات مدنيه، او اذا تبت يعني شيء عسكري بالنهايه. واللبس اللي لابسته هذه الشخصيه او تخصص اللعبه شيء عسكري، مو شيء يعني على قولتهم رايح مكتبك الصبح يعني شغل مدنيين هذولا. لا مدي يعني ورعان كوجيما مشكله بهالدنيا، مشكله اذا حبيت مطور معين خلاص اي شيء يسويه كانه كنز، خلاص ما حد يقدر يسيء له. نعم استريح كوجيما، شوفوا لعبته الجديده اللي سواها، اعطوه كل شيء على كيفه، شوفوا لعبته نفس وجهه خرا. حتى لعبه ما يقول، حتى هو نفسه ما يعرف شنو، يعني شلون تسوي لك لعبه وانت ما تدري شنو هي اللعبه؟ غباء. هذه مشكله الاطفال، اذا اعطيتهم على حريتهم يخبصون. ومشكله شوف الحين قاعده تنطر وقت، يعني يمكن قعدنا فوق حول 10 دقائق ننطر جيم. هذه عيب اللعبة هذه، إذا ما عندك واحد يلعب وياك لازم تنطر. أقدر أبدأ ألعب بعدين يدش علي واحد، بس ما أضمن الشيء هذا صراحة إن أحد يدش وياي. صراحة حتى اللي يبي يلفل عرفت يقدر يلفل وياي عادي، يعني ما في مشكلة. يعني ما قلنا لأن تقريبا بعد المهمة الخامسة أو السادسة إذا ما خاب ظني، بعد ما إذا ما خاب ظني تخلص مهمة شو اسمه الحماية الأولى الأساسية، تبطل الخاصية إنك تقدر تدش تلعب كوب. ففرصة يعني اللي بي يعني يكون بداية التلفيلة هذا يقدر يدي شوية، يعني أقدر أضبطه بالأمور هذي. إذا ما خاب ظني مو متأكد من الشيء هذا، إذا في طريقة إنك تلعب ويا واحد ليفل عالي، يعني هو يدخل يعني تجون عليه هو يبدأ المهمة ليفلها عالي، فما أدري مو متأكد من الشيء هذا لأني ما جربتها، فما اقدر صراحة اقول لك انها تصير تضبط. لان طبيعي اذا لفلت ويا واحد ليفل عالي طبيعي انه بيكون ينقز ليفلك بمستوى اعلى، فمو متأكد اني انا ما جربتها صراحة، فما اقدر صراحة انصح احد يسويها الا اذا عنده اخوي صراحة ليفل اعلى منه وهو توه بادي يمكن تضبط وياه. فصراحة لحد يتكل اني اقول لك اوكي راح حق خويك خلي، مو متاكد. احيانا يقول لك بعض الالعاب ليفلك منخفض يعني ما تقدر تلعب وياه، بس ما اتوقع انها تصير الحركه هذه، ما اتوقع باللعبه هذه اتوقع انه ما يصير. يعني تقدر تجوني ويا واحد ليفل عالي مو مشكله، لان لو ترد شوي خلنا نرد، اوكي خلنا نرد اوكي اكس. خلنا ندش مرة ثانية عشان اوريكم شغلات معينة بالمهمات عشان تعرفون شغلات معينة. انا نبطل الخي
في 3 ساعات او بسوي كرافت الحين. يطلب هذا منك شنو؟ دقق على شغلة واحدة اللي هي تي شنو؟ شوف الوركشوب هذه، الوركشوب ايش اسمه؟ شوف شنو يقول لك؟ يقول لك لازم تكون زرقاء طبيعي اول ما تبدا، انت تبدا ايش اسمه، شوف بالعادية، بس اذا وصلت خضراء بعدين زرقاء، خضراء هذه للحين، بعدين يقول لك هذه زرقاء، ذخيرة بانواع نفط الطيرة، حتى يقول لك لازم ورش وركشوب معين. خلنا نقول أسلحة، مشكلة ما عندي سلاح معين، خلنا ندش هني أتوقع تصير، مو متأكد من الشي هذا، لا ما تصير هني. المهم الوركشوب اللي لازم تصنع فيه الأسلحة هذه يكون بنفسجي إيبك، فنفس ما أقول لك هني، يعني يقول لك شوف اسم السلاح، حتى سلاح عادي، بعدين سلاح شوف بعدين أقوى يعني أعلى شوي. أنا ندش على سلاح فيها إبك، أوكي شوف ليجندري أومو، عرفت يعني شيء عالي، يعني مو نفس الذخيرة العادية، شوف شيء ذخيرة يعني مستوى. عندك نفس الشيء ليجندري الإبك الظاهر أسوأ صح؟ خلنا نتأكد منها، عندي ذخيرة إذا ما خبطني، لا خلنا نشيلها، أيوة شوف إبك، المفروض إنها تكون الإبك هي البنفسجية والليجندري اللي تكون، بس ها شوف عندي أسلحة مختلفة. شوف شنو يقول لك، يقول لك لازم ليفلك 40، الليفل 40 أي واحد فيهن؟ اللي هو الليفل الاساسي. اوكي اللي هو قصدهم عن هذا، اذا وصلت ليفل 40 تقدر شو اسمه تستعمل الاسلحه هذه. في اسلحه يقول لك لازم ليفل 30، يقول لك في وحده لازم يقول لك ليفل 30 اللي هي وينها؟ مو هذا الاسلحه، يقول لك هنا عادي تبطل علي، مو لازم ليفل هذه، بس هذه يقول لك 30 وهذه يقول لك 40، نفس شو اسمه هذا ال 40 في ليفل اذا ما خبرني يقول لك 30، سلاح معين يقول لك 30 او لبس، وهو دقيقه خلنا نتاكد هو لبس ولا دقيقه، في انا متاكد ان في شغله يقول لك ليفل شو اسمه 30 اذا ما خبرني. متأكد ان في شيء ليفل 30 مختار، شو السالفة؟ ليفل 40، لا انا متأكد ان في شيء ليفل 30 مو ليفل 40 لازم يكون اساسي، او اني غلطان، اذكر ان في شيء كان ليفل 30، يمكن سلاح معين او لبس معين شغلة معينة لازم اصنعها. المهم مو مهم، شوف في شغلات نفس الحين خلنا ندش هني، الاشياء هذي اللي صراحة شوف اذا تبطل بطل الصناديق هذي اساسية، هذي اذا تبت كمثال يعني شلون اقولها لك، تبي ذخيرة مو ذخيرة موارد يعني عشان تصنع فيها الاشياء هذه، وهذه الله يعينك حبك نصيبك، يا يطلع لك سلاح يا يطلع كمثال. لو بطلع شوف لو ببطلهم كلبوهن، انا بطلهم كلبوهن قدامكم، ترى الاشياء هذه اذا ما خاب ظني مختلفة عن الاشياء اللي تطلع الشخصية الثانية. اوكي بطلنا، شوف شنو بيطلع لي، ياخذ له وقت لانك انت بطلت شغلات واجد يطلع، شوف الاشياء اللي طلعت لي، شوف الاشياء هذه
تقدر تقول ما تكون منحفظة عندك. شوف لو بقولك شغلة الحين أروح للأسلحة كمثال كرافت، هذين الأشياء اللي أنت تكتشفها باللعبة عرفت، بالقصة حقك عرفت، هذي تكون محفوظة هنا عرفت، كل شيء طلع باللعبة يطلع لك هنا. هني أشياء يعني تقدر تقول ما تلقاها باللعبة، يعني كمثال السلاح هذا، كمثال الساطور هذا أو السكين أو الخنجر أو إن كان يسمونه اسمه، أبتدي توني أدقق على سالفة الحجم هذه. المهم لو تجي هني عند السكاكين بالواحة ما في إلا العادي المصدي اللي من بداية اللعبة، في هذا يعني كويس لا بأس فيه، بس ما تلقى يعني وين البنفسجي؟ مو المفروض يطلع لك بنفسجي؟ لا تلقاه هني. فالأشياء اللي هني ما تقدر يعني شلون أقول لك، إذا انكسرت عندك خلاص راحت عليك. يعني لو وصلنا على السلاح هذا كمثال ما احتاج، لأنه هو اوريدي أصلا موجود عندي. بس شوف 102 262 والوزن 1.0، يعني لا شيء، نفس الطيغة. بس أحيانا شنو يجيك الخواص اللي عليه مختلفة، شوف هذا بدون خواص، هذا عنده خواص، هذا عنده خواص كمثال، بس هني وين خواص؟ ما في خواص، بس موجود هني خواص. شلون وأعلى من المستوى؟ شوف 84 275 نقد اللي هني أقل مستوى، 75 نفس الشيء، 275 نفس الشيء. أضاك كوزن أو مو وزن، يعني نظام إنه ينكسر بسرعة أو شيء، أو مقاومته للكسر الاستهلاك أي كان، أو ليفل السلاح نفسه يعني إنه ما ينكسر بسرعة. بس هني شوف أعلى وخواص أكثر. شوف أبقوكم شغلة، إيه هذا اللي أقولك 30، أنا متأكد إن في سلاح ما يتبطل بليفل 30. فشوفوا مو المشكلة بالسلاح نفسه، المشكلة بالخواص اللي فيه. الحين كمثال السلاح هذا ما أقدر أطلع الخواص مالته، لازم أصنعه بالبداية. فكمثال أنا صنعت الحين، خلنا نحطه كاحتياط ما نستعمله. نجي هني سلاح هذا نفس السلاح اللي قبل شوي تقريبا، أو يعني خنجر مختلف أو سكين مختلفة بس عليها خواص أكثر. نيجي هني خليت تقولي ما عندي سلاح أصلا تحتاج، يقولك هني هذا السلاح جديد أنت سويته كمثال، قدرته 160 اللي يستعمل أقوى. بس شوف أضغط عنده كمثال، أضغط عليه صح، بعدين إذا ما خاب ظني مو هذي في طريقة إني أي مو هني إني أطلع هني المنطقة هذي، بعدين أدش على السلاح. يقول لك هني تلفيل السلاح كليفل السلاح نفسه بدون ما بطل الخواص اللي عنده. شوف كم يستهلك، يستهلك 15000 من النقاط اللي عندي، وأنا عندي كم تقريبا 3,600,000 يعني وفكة. شنو بيستهلك؟ يستهلك اللي هي قطعة غيار واحدة للبنفسجية شوفها، ويستهلك موارد الثانية، ويحتاج الوركشوب الأزرق عشان أسويه عشان ألفله عرفت. هو بالأساس أصلا ما تقدر تصنع إلا بالوركشوب الأزرق، ولازم يكون ليفلك 30 عشان تقدر تستعمله. ولازم يكون عندك الفريق من شو اسمه من فئة سي، وأنا عندي بي. فأمور الحين شلون أجيب البنفسجي هذه اللي قطع غيار 47 هذه شلون تجيك؟ تجيك هني وينها؟ وين كانت؟ أتوقع هني، أيوه هني هني هذا شوف تحت هذه، هذه الأشياء. شوف عندي قطع غيار حق هذا اللي هي، شوف عندي
حق كل نوع سلاح له قطع معينة، يقول كرشاش له قطع معينة. إذا هو فئة البنفسجي، شوف كم عندي. هذا طلع لك قبل شيء بالباكيجات، ترى من ضمن الأشياء اللي تطلع لك بالباكيجات الأشياء هذه. بس هذه شنو؟ تطلع لك بالموارد، يعني شيء خاص، ما تطلع لك حديد، معدن، أي شيء. فالأشياء اللي راح تطلع لك أشياء عادية، اللي هي هذا المعوفات، أشياء معروفة تطلع لك هنا. شوف العلاج، الأشياء هذه تلقاها حتى تطلع لك أحيانا كموارد، بس أنت تركز على الأشياء هذا اللي. شوف الأشياء المعدنية اللي تطلع لك، شوف الخضرة بنفس الرصاصية. فكمثال أنا عندي، شوف أنا عندي 15، هذه لو في طريقة معينة إني أجيب أكثر، سالفة يعني بلعب معين أوكي. يعني المشكلة لو تبي تجيبها، شوف حتى اللبس، شوف اللبس إذا تبي تطوره لازم تستعمل نقاط معينة. انزين حنا المنطور صح؟ كل شيء منطور. لا هذه إذا تبي تصنع منه. شوف كم عندي، 39,000 فكة من نوع الايرون هذا. شوف واجد صح؟ اوكي واجد، واو انه كثير من المعدن ايا كان. شوف كثير كثير معنى الكلمة كثير اشياء. شوف 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 انا عندي صفر هذا اللي. شوف عندي صفر، غريبة ليه موجودة اصلا ان عندي صفر. هذه لازم تكون موجودة، هذه إذا كل ما لفلت طاولة كل ما كانت عندك. شوف عشان أصنعها تحتاج 2770 من الألف. أي وحدة في شغلة ألف هي تكون واردة طاقة صح؟ شنو الألف اللي لازم أجيب؟ غريبة شلون اصلا هذي. هذا شوف حتى كم يحتاج، مليون الظاهر. دقيقة، 3 أصفار، 10 مليون. تخيل 10 مليون عشان بس عشان اسوي وحدة بس، فراغ مش كبرى. دقيقة شنو الألف هذي؟ عشرة آلاف هذي. شو الشيء اللي ب10,000 هذا؟ ها دقيقة دقيقة، أنا موجود عندي ال10,000 هذي. 200، أيوة هذي أوكي. 1000 الظاهر اللي قبل شوي، مو 10,000، استهلك 1000 من الميتين، 2000. وهذه نفس الطريقة، ترى لازم تطلع لك بصندوق ذهبي أو أصفر نفس هذا، نفس الطريقة. شوف أسلحة مختلفة، السلاح الناري، السلاح الثلجي، الكهربائي، عرفت؟ السلاح العادي نفس الطريقة بالمطارق. ما تقدر تستعمل يعني تطور سلاح معين على حساب سلاح ثاني. الحين خلينا نرد كمثال، أنا بطور السلاح هذا كمثال. هني نفس السلاح هذا طورته، انا مطلع فيه خواص معينة اوف حلوة، بس انا ما ابي اطور. شوف ما ابي اطور السلاح نفسه، ابي بطور الخواص اللي عنده كمثال. ببطل الشغلات هذه، لان اشوف شغلة واحدة، انا اذا بطلت سلاح كمثال نفس هذا ليفل 2 الهجوم، عرفت؟ اي سلاح يستخدم الليفل 2 هذا بيكون بطل اوتوماتيك عنده، يعني مو كل سلاح لازم ابطل له. هذا شوف السلاح هذا يقولك ليفل 2 كمثال صح؟ خلنا نبطله، استهلك مني النقاط بس الله يعين. يقولك اقدر ابطل الثاني، اوكي بطل، ما اقول لا. اوكي الثالثة انك تنبطل، اوكي يلا كمل. اوكي سلاح الحين حنا بطلناه صح؟ كامل صح؟ شوف وين هذا،
بس شوف شنو العيب الوحيد اللي بيكون. العيب اللي هني لان السلاح مختلف هذا، عرفت؟ رمح. فلاني نرد هني كمثال تصنيع مرة ثانية، نرد هني وين سكاكين. لا مش خماسة في ايه، شوف هذي بطلناها اوريدي، هذي بطلناها بعد ما شاء الله. هني نيجي هني يقولك لا هذا سلاح مختلف، خواصه مختلفه، عرفت؟ شوف لو اني مدقق دقق على وين. شوف هذه ليفل 2 3 اصلا عليها مشكله، ما نقدر نجرب على هذا، خلينا نجرب على سلاح موجود اصلا في خواص. مطرقه هذه عندي مطرقه انا، خلينا نتاكد في مطرقه. مو هي شلون؟ ايوه كمثال لو بستعمل المنطقة. شوف عندي السلاحين هذلن، شوف الخواص اللي عندهن ليفل 2 صح؟ دقق على ليفل 2 هذه، خلينا نبطلها الحين عشان اوريكم شغلة، عشان بتأكد من شغلة معينة. هني ليفل 2 موجودة صح؟ ليش؟ نبطل الخاصية هذه. اوكي نطلع عشان اوريكم شغلة معينة. انا بطلت ليفل 2 صح؟ هني خلنا نروح حق المطرقة. شوف لا لانها مختلفة، مطرقة بعد مطرقة مختلفة. اوكي دقيقة بس خلنا نتأكد من شغلة. احنا بطلنا ليفل 2 صح؟ خلنا بس اتأكد من شغلة معينة. هذا سلاحنا. خلنا نروح نبطل خاصية المطرقة، المطرقة قصدي. وين المطرقة صح؟ لأن لازم أدش على المخزن حقي. أنا ندش هني ونبطل خاصية المطرقة، نرجع. غريبة، أو إن بسبب إن الليفل مختلف. لا ما أتوقع، ما له شغل، ما له شغل، أو إني صنعتها أوريدي أصلا وهي خاصيتها مو يعني مو مبطلة، بس ما لها شغل مهما كان، ما لها أي علاقة هذا الشيء. غريبة، لا تقولي لي مو مستحيل إن كل سلاح لازم أبطل. لا متأكد إن كل سلاح مو لازم أبطل له نفس الخاصية. خلينا نتأكد من شيء معين. كرافت الخاصية كمثال، ببطل شيء معين كمثال السلاحين هذا. مشكلة مو ما في نفس السلاح، لأنه مو مستحيل. شوف إذا كل سلاح لازم أصنع في نفس الخاصية هذا كان ما تبطلت الأولى أصلا. فالظاهر بسبب إني أنا أوريدي أصلا مصنع السلاح والخاصية هذه مو مبطلة فيه. خلنا ندور على سلاح مبطل أصلا خاصية فيه، أنا متأكد إنه راح يكون. خلنا نقول السلاح هذا كمثال، السلاح هذا مشكلة ما ادري اذا عندي نفس السلاح ولا لا. ادور لها السلاح، ايوه السلاحين على الم. اوكي خلنا نطلع نبطل. اوكي وانا رشاش، ايوه اوكي اوكي ليفل 2 ما اقدر، مشكلة فلوسي اقل. حتى لو كنت بجرب تجربة ثانية ما احد دا اسوي. اي انا عطشت الشخصية. لا ندش مرة ثانية، اتوقع انا ما تصير لان الايزي ما حد بيدش الحين، هاي مشكلة. الظاهر اني لازم انتقل للنورمال على طول. راح اتاكد من الحركة هذه اللي سويتها انا، لان انا متاكد ان اذا بطلت الشيء المفروض يعني ليش ما حد بيدش الحين اصلا.
إلا بحالتي إذا في أحد يبيليش مو ملفل أساعده فيها. أوكي خليني أتأكد من شيء. أنا متأكد إن شو اسمه الخاصية هذه موجودة. يعني شوف لو الأسلحة اللي عندي ما تنفع عليها الخاصية هذه، كان ما جيت جاني سلاح جديد أصلا في الخاصية هذه بطل أصلا. اوكي لانه متصنع اصلا، او انه شوف يعني متصنع انا قبل السلاح لا يصير، او بسبب شغله واحده انه لازم يكون نفس السلاح بالضبط يعني كمستوى اتوقع، ونفس الخواص تكون فيه. بس هذا نفس الخواص نفس كل شيء. هذا اقوى سلاح موجود اتوقع انه بسبب اني انا مصنع من قبل، عرفته عشان كذي ما انحسبت لي. ما في الا التفصيل الوحيد هذا اني انا مصنع من قبل فهو محافظ على خواصه، وبسبب يمكن يكون انه موجود على الشخصية الثانية، فلازم يعني يكون سلاح جديد انا مبطله. فبتأكد من الحلقة هذه، بس لين أنا متأكد من شيء هذا، نفس ما كنت متأكد إن في أسلحة ما تبطل إلا بليفل 30، وفي سلاح جديد طلع لي مبطلة فيه خاصية النار هذه، فلازم تكون أصلا سلاح يطلع لك لأول مرة عشان الخواص تطلع فيه. وميزة شو اسمه الأسلحة اللي أنت تستعملها انها تحافظ على السلاح نفسه، يعني لو جديد ما له يعني شلون اقول لك، بعض الالعاب يكون في خريطة معينة للسلاح، يعني مو خريطة ان هي الخريطة اللي تشوف فيها الخريطة، تكون خريطة السلاح نفسه كمخطط للسلاح نفسه عشان تقدر تصنع على نفس المخطط اكثر من مرة، يسمونها خريطة او ان كان يسمونها. ف بعض الاسلحة إذا صنعتها جديدة تكون بدون مخطط وعطيتها حق جندي عندك عشان يطلع فيه مهمة، في تقدر تدز فريق من 4 من 1 ل 4 إنه يسوون مهمات يعني داخل الخريطة، بس ياخذ لهم وقت طبعا بالوقت الصيد الحقيقي، عرف إنك يقولك بعد 10 ساعات تروح تطفي اللعبة، تجي بعد 10 ساعات تلقى تو مخلص المهمة. ف الحركة هذه ان اذا اعطيته سلاح خلاص انكسر وياه، خلاص ما تقدر ترد تصلحه، لا يروح عليك. بس الاسلحة اللي تكون لها خريطة مخطط عادي، خرب صنع نفسه بالضبط يعني. بس مشكلة اذا انت كنت ملفلة وهذا قصة طويلة مشكلة، يعني لازم شلون اقولها لك، لازم في بعض الشغلات يضيفونها زيادة على اللعبة عشان تصير أحلى. أنا الحين الأسلحة الأساسية اللي تطلع وياي من القصة أقدر ألفلها، أقدر أضيف عليها خواص معينة، 4 خواص يعني على السلاح نفسه. فتخيل لو السلاح يعني كمثال السلاح الأول، أول سلاح تستلمه باللعبة تخيل إن عليه خواص قوية، فبيكون خرافي. يمكن تستعمل الاخر يعني اللعبة، عرفت؟ فاحتمال هم يحطون الحركة هذه اللي بسبب واحد، ما يبان الواحد اول ما يلعب اللعبة على طول كل شيء مبطل، عرفت؟ وسلاح ما في احسن منه، وغير ان السلاح الاول الاساسي ما يحتاج تلفله. بس يقدرون يسوونها ان شنو الاسلحة الاساسية تكون خاصة بالأونلاين، مو بالأونلاين، بالقصة نفسها أو بليفل معين، أو خواص ما تطيفها إلا حق أسلحة بليفل معين. والله ما أدري، أتوقع أن الشخص هذا لعب وياي أكثر من مرة، لأن الـ ID هذا مو غريب علي.
بعد ما ادري ترى اذا الشخصيات الناس اللي يلعبون وياي لازم يكونون على نفس السيرفر اللي انا العب عليه او مختلف، والله ما ادري، اللي ما اتوقع شيء هذا لان في مكسيكان وش اسمه اسبانيين دشوا عليه، وفي يابانيين حتى لعبوا وياي، فما اتوقع، يمكن على حسب السيرفر اللي انا مختاره. بس الجيم نفسه ما له خاصية، يعني انما يدش وياك الا اشخاص معينين. نضيف كذا سلاح بغير، نحط اي سلاح او اي شيء. تقني بس استعمل سنايبر، استعمل شيء، خلنا نستعمل رشاش هذا مع طلقات عادية، وبستعمل لا سنايبر، بستعمل سنايبر صح، لازم استعمل سنايبر، وبستعمل ذخيرة نارية. يواجهنا واحد قوي، طيب مستوى السحت عادية، شي صدق غريب، انا ليفله عالي يعني، المفروض عندي على الاقل ابيك او ليجندري. في واحد شوف ما كان راح أزن اختفي واحد بحال خير هناك دقيقة، هو موجود الحين ولا لا؟ لا أذبحه خوي، لا هذا موجود ولا ما اعطاني تصوير من هنا. تبطل هذا، خلنا نشوف اللي حوالينا. دائما حتى بالزاوية هذه. اللي ورا عشان
صورت شغلة معينة في بالي كانت. أنا أفكر طريق عليهم هني. عشان لا يطلعون علينا مني فجأة. عرفت الكوير هذا اللي واجهناه بداية البرشة. الله ينقويها. ما في الا في اسلحة العادية.
هاي بعد.
انت هذا المجرى. عندي اللي تدلقهم كان على طول يدلقونهم طبعاً تحت. شو الفجر اللي صار ما اتوقع ان فجر المكان ولا صاف على المستوى اللي كنا واصلين له. ما يحتاج على طول مكلف. اي صح، في مهم النظام انك لازم تجيب ليفل مع
مرتفعة، يعني تكون الأول بين الفريق اللي ما أدري إذا تنحسب إذا فزت ولا خسرت، والله ما أدري، بس في توفي يقولك لازم تكون الأول دائما. مشكلة أصلا عادي، مو لازم تفوز دايما، مجرد لعبة مثل ما يقول. ما ادري ترى حركة انك تخلي هذاك اللي قبل شيء واجهته وذبحته انه لازم ياكل شو اسمه الشغلة اللي تفجر داخله، انها لازم تكون طول قصة ولا طول اونلاين، والله ما ادري، فمو متأكد بالخاصية هذه، عشان كذي ما ضبطت وياي انه لازم هو اذا جه هاجمك جاي ياكلك ياكل درام شو اسمه البنزين او اي كان وينفجر هو داخله، فمشكلة لازم تكون محفوظ عشان تضبط وياك الحال. خلينا نشوف شنو اخذناه من الجوائز. اوكي اخذنا هذي، هذا بعد، وهذه ناخذ فوق اخلص يا ليل اللودينج اللي يرفع الضغط. نجي هني، هذا الصناديق اللي اخذناه هون، غنائم. اوكي خلنا نشوف شو اللي بيطلع لنا، مسدس واللبس. بقول شغلة قبل لا نبدأ، خصوص الأشياء اللي هني تطلع لك كمثال الأسلحة هذه، لا حد معين، 100 سلاح وخلاص، إذا جاب 100 سلاح هني على طول شنو يصير؟ تنتقل الأشياء المكان هذا تلقاهن بالمنطقة هذه، بس المشكلة شنو؟ يحدد لك تقريبا 15 يوم وتختفي، عرفت؟ فمشكلة أتأكد من شيء واحد الحين، التصنيع أوكي، لا مو هني، أوكي، ها قلت لكم لازم تبطل، ولا لا ما تبطل صح، راح بالي على اللي فوق، بس غريبة يا أخي. انا هذا الشيء المستغرب منه، نفس الخاصية ما ادري ايش المغزى فيه. دقيقة احنا ما نبي سنايبر، دقيقة نبي السلاح العادي، السلاح العادي. ندش على الايزي حاليا، شوف هذا يقولك تي شنو، خلصها 3 مرات تاخذ الصندوق هذا، 3 صناديق، او ان كل مرة تخلص مرة تاخذ صندوق ما ادري. المهم وني يقولك 3 صناديق، لا هني صح 3 صناديق اذا خلصتها 3 مرات، وني اذا خلصتها بالكامل 3 مرات تاخذ الصندوق هذاك، هو ردي اصلا الايه الناس معظمهم يجيبونه، بس هذه هني مشكلة. اوف ترى هذا من أصعب المهمات هذه بالذات، هذه يقولك خلصها 4 مرات ولا لا 4 راوندات، تخيل لازم تخلص 4 راوندات، هذه مستحيلة ترى بدون فريق تعرفه بالحالك، انسى ما يوكل عيش الوضع. خلينا ندش على العيزي، مو بس عشان خسرنا قبل شيء، لا ودي على أقابل ناس جدد أساعدهم إنهم يلفلون،
لا أكثر ولا أقل. مو المقصد إني أتنحش عن أو شيء، لأن أنا وخويي ترى أسلحتنا ترى عادية، يعني ما أدري شينا بالأسلحة اللي ممكن تساعدنا، كانت أسلحتنا عادية. ولا تنسى معظم ذخيرتي راحت على شو اسمه طريقة إني قاعد أذبح هذاك المخلوق اللي يسمونه بوك، ما أدري شو اسمه. آه والله مشكلة. دقيقتين هذا لأن أنت ما حولني حق ناس، يمكن أطلع قفل اللعبة كلها، لأن صراحة مالي خلق موضوع شو اسمه الحرب والقصة طويلة. طيب ميوت تلفون شو اسمه السماعة عندي ميوت ولا شنو؟ غريب انه مو راضي يطلع المايك حقي، لا هذا يطلع من تحت مني، والله ما ادري عنه اذا هو ميوت الحين ولا لا. مشكلة انك تنطر بالنهاية شنو؟ تدري شنو الحقارة بالموضوع؟ انك تنطر بعد المدة هذه كلها يدش وياك واحد، واول ما تغصبنون يطلع. يا اخي يقهرك الشيء هذا، لازم تردي لا المشكله اذا طردك يغصبنك مره ثانيه بسيرفر بالحالك، يعني كانك داش لاول مره كواب يعني المكان الخاص هذا، وتبدا تدش من جديد عشان تلقى لك واحد. في بعض مشاكل باللعبه لو يصلحونها يعني على الاقل لعبة تكون 100%. نقدر نتغاضى ترى على الموضوع لازم شخصية ثانية، لازم تجيب لها عملة معينة او انك تدفع فلوس، وانت مو محتاج انك تدفع فلوس اصلا. خلا بس تخلص ستيتي ثاني هذي عشان بسوي شغلة معينة. اوكي مطول السالفة صح؟ لا ما يخليك صراحة، لان لازم انطر دقيقة ومدري كم بعدين، يعني ما في فجأة يدش عليك واحد الا نادرا. خلنا نطلع لنا بشوف شغلة معينة ببالي، يمكن حتى ما العب اونلاين عادي ما المشكلة. أوريكم شغلة، شوف وين تحت هني. طبعا هالأشياء اللي هني تكون هذه على طول موجودة، يعني ما تختفي، يعني بوقت تجيب لها العملة وتختفي نفس الشيء. هذه ما كانت موجودة قبل، أذكر أنها ما كانت موجودة، كانت من هني وتحت. بعدين حطوا هذه، مو مهم حطوها ولا ما حطوها، حتى أتوقع أن هذه كانت موجودة بالأساس. المهم الأشياء التالية أقدر أجيبها كمثال، هذا اللبس شوف جبته، فمو متأكد، أنا مو متأكد بالضبط إذا في أحد يذكر يعني لاعب الشيء هذا، أنا مو متأكد، بس أتوقع إن اللبسين هذلين ما يطلع لك إلا إذا كنت جايب اللبس الأساسي مالهم المسكر. أتوقع مو متأكد من الشيء هذا اللي هو هذا، مين هذا؟ شوف اللبس هذا ما يركب على شخصية البنت، يلبس على شخصية الرجال بس. هذا اللبسين في الوجيه حتى أقل من المطلوب، في هذا اللي ثابتات. شوف يقولك من متى لمتى، يعني المدة الايفنت هذا
هذا الايفنت له علاقه بشنو، او يقولك ينتهي من اليوم، يعني اللي بدا فيه الايفنت اللي هو امس الظهر 17، لا 17 اخر يوم ايفنت كان، اليوم يبدا 18 او دقيقه، لا من 17 الظهر توقيتنا احنا بدا الايفنت هذا، راح يخلص بعد تقريبا من 17 احسبها للواحد 12، 1/12 الظهر نفس توقيت بداية الايفنت، يقولك جيب شو اسمه 10,000 وبطل وحدة، تخيل انك تاخذ لك وحدة وتجيب 10,000 ثانية تجيب لك الثانية، يعني لازم 20,000 هني عشان تبطل تاخذ نقطتين، وهني الضعف بعد 60,000 عشان تاخذ ثنتين، وهني 100,000 عشان تاخذ ثنتين بعد، يعني مو انك طقها طقة واحدة تاخذ ثنتين، لا كل واحدة ب10,000، هني ب30,000 وهني ب50,000. القبعات عندي، الكبوس هذا، اللبس عندي، هذا اللي ما جبتين لان تعجزت وقت ان اخذهم، يعني كنت مركز على شيء غلط، فهذا اللي انت تقدر تاخذهم بعد. شوف اللي قاعد مستعمل اللي هو هذا جايبه من هني، نفس الشيء هني، رقصات، شوف في اشياء خلاص من تجيبها مرة واحدة خلاص، هذا اللي يتكرر كل مرة، عرفت؟ او ما جربت انا اشتري منهن، فمو متأكد بالضبط اذا مستمرات ولا لا، بس الاشياء هذه خلاص مستمرة وياك، طلعها مرة واحدة خلاص، عرفت؟ الثلاثة ذا مو متأكد اذا كل مرة تكرارا، بس اتوقع انها تكرر كل مرة او انهن ثابتات، ما ادري. هذا اللي نفس الشيء، بس اللي اقولك شغلة اللي تكرر لهذي انا متأكد 100% ان هذي تكرر. شوف تجيب 500 عشان تشتري ثلاث يبلك 1500 تشتريهن، فعشرين عشرين عشرين 60 تقدر تختصر على قولتهم. انا متأكد الاشياء اللي تحت هذي تشتريهن كل مرة، يعني تخيل انك الحين تيجي يقولك 10 صناديق من هذا وكل صندوق ب50,000، احسبها 10 ب5,000 شوف كم تطلع. هني نفس الطريقة، هذا اللي نشوف اللي عليهم كذي، هذا اللي بدون نهاية، يعني مهما تشتري فيهن عادي، أهم شيء عندك يعني المبلغ اللي تشتري لو 100 صندوق، عرفت؟ عشان تطلع أسلحة، عرفت؟ هذا اللي يحددوا لك بأرقام معينة، هذا اللي خلاص يقول لك بعد 4 مرات أو بعد، يعني كمثال كمثال هذه الكبسولة هذه 1,500 نفس قيمة هذه 2,000 عشان تجيب الأربعة. بس شنو ميزة الأشياء اللي من تحت هذلين، كلهن اللي تحت هذلين، إذا خلص الإيفنت هذا ورد بعدين، ها الأشياء هذه تكرر لك، عرفت؟ يعني ما تختفي خلاص أنت أخذتها مرة واحدة وخلاص، لا تكرر. بس الأشياء اللي متأكد فيهن هذلين كلهن، يعني وين؟ شوف من القبعة وتنازل لحد هذي، انا متأكد 100% هذي انك شو اسمه يعني تشتريها مرة واحدة وخلاص. بس اللي تحت هذا اللين اول ثلاث انا مو متأكد، اول ثلاث بس انا متأكد ان احتمال نفس اللي قبل هذا ان تكرر كل مرة، كل ما رد الايفنت يتكرر هذا الشيء. هذي شو يسمونها وينها، في خاصية هني، لا مو هني، المفروض تكون هني، هذي تقولك تشوف يعني مستواك بالعالم كامل، كم جمعت من مستواك من العالم كلهم، عرفت؟ يعني ترتيبك كم، بس ترى سهلة هذي، يعني لعب ابو يوم ترى تطلع كل هذا تقريبا. بس اذا دشيت كل مرة ويا ناس يفهمون يلعبون عدل تقريبا خلال يوم تسوي او يومين كحد اقصى، يعني تقريبا تجيب كل هذا. انا ما جبت معظمهن، يعني نفس الشريط هذا ما اشوف الا داعي، قمت اتنقي شغلات اساسية واني ما العب كل يوم ترى، فطبيعي اني ما جبت كل شيء هذا. فاتوقع بس المشكلة هني، شوف اذا تبي تطلع من الكوب
لازم ترد القصة بعدين ترد لها، قصة طويلة يعني. لو يقدرون يختصرون اني اطلع من اللعبة بكاملها وتسيف على طول اوكي، بس لازم تنتقل للقصة بعدين تطلع، لان اذا ما اعطك الدائرة هذه بالاصفر فهي ما سيفت اللعبة، لازم يعطيك بالاصفر اللفة الصفراء هذه، لان بالاصفر خلاص اقدر اطلع الحين، لان اعطتني قبل شيء بالاصفر بس اه. خلني اصبر عشان اشيك بعد منا على الجنود اللي عندي، يمكن فيهم اللي يحتاج علاج شيء. وش اسمه، بتأكد من شغلة أوكي. الله في واحد عندي يدمج، لا ما في يدمج اوكي. خلنا نطلع عشان بحول على شخصية الولد، بتشيك بس على شغلة معينة، بتشيك الـ300 ومدري كم هذه العملة اللي طلعناها بالمهمة اللي قبل شيء موجودة ولا لا، اذا موجودة اوكي، اذا مو موجودة مشكلة، بس اتوقع انها موجودة، ما اتوقع انها تفصل انها يعني يفصلونها عن بعض. هذا يقولك شنو الاشياء اللي طلعت يعني، يعني ليه قلت لك 17؟ شوف الايفنت بدا من 17 والايفنت اللي قبله بادي من 14، شي شغلات يضيفونها بايام معينة. اوكي خلينا نرد الشخصية. لا 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 اه خلصت دشينا الله يعين، بس بتأكد من شيء معين فعلا. بدنا نشيك على هذا بعد، شو وضع ايش اسمه الجنود عنده. باقي من 19 ساعة. اوكي شوفوا، شفت الوقت اللي فوق اللي باقي 3 دقايق ونص تقريبا، هذا يقولك شنو اللي بقى عشان يعطيك نظام جديد، يعني شلون ريستار يطلع لك الموارد الاضافية، لان انا عندي تقريبا الاكل فل، مواد العلاج بتكمل الحين او تقريبا مو فل فل يعني. شوف ضيف 206 على المواد اللي 1118، شوف كم يطلع لك نفس الطريقة بالاولى اللي هي الماي اللي تحت انتاج ما انتاج والامور هذا اللي. بالساعة كم يطلع لك ماي، كم يطلع لك اكل، كم يطلع لك، بس ما ادري اللي تحت هذا اللي الحين الحمر فل اتوقع، ما ادري والله ما بيتفلسف صراحة، فما ادري ايش فايدته يعني ليه احمر يعني، بس اتوقع انه شنو الحد الاقصى، عرفت يعني كمثال الحد الاقصى للاشياء هذه، عرفت يقولك هني 3 صح، خلينا نتأكد 3 كاكل صح، بس ما ادري اذا هي تشمل الاشياء الثانية المزارع الثانية مو متأكد يعني المزارع اللي داخل، لان شوف هني هذول النباتات اللي هي البطاط صح، بطاط او شيء، هني بطاط، وين البطاط هني اوكي، وين البطاط، وهذا بطاط هني، هني تقريبا كم والله ما دي واجد شوف بعد هذا يعطيك انتاج المزرعة نفسها، مع في بطاط هني بعد داخل، شوف وين البطاط هني، مو هذا البطاط، لا هذا طماطم، هذا بطاط اتوقع صح، لا مو هذا، هذا مدري هذا شنو، هذا ذرة اوكي، هذا ذرة واضح، ايوه هذا البطاط هني، وحدة 3 حبات تقدر تقول، لان شوف
كل انتاج يعطيك كم، تعطيك كل وحدة يعني تنتين هني كل وحدة يعني. شوف هني أربع، هني وين ست، هني وهني احسبها، هني أربع هني ست وهكذا. لازم أجيب دب أطهر، ولازم أجيب شغلات. شوف هناك الورد وهني نفس الشيء، هني ثلاثة ثلاثة تسعة، كم هني ثلاثة تسعة نفس الشيء، تسعة ستة هني الأخيرة. والماي نفس الشيء، التعبية والمقابلة. دقيقة أنا عكسها يعني، لا مو عكسها، المفروض يعطيك كاملة، بس لأن هذا أنا توني باني فللحين ما انتج لي، عرفتوا؟ فكل مرة انتاج يعطيني ما يقارب الظهر القيمة هذه، مو معقولة يعني، بيعطيني 360. هذه دقيقة خليني اتأكد من شيء، كقيمة كل الظاهر مو متأكد. I have a favor to ask. Do you have a moment? عندي غير اللعبة اليد هياك برا السوق يا مستر، ولازم اشوفك. خلنا نشوف هذا. شوف زاد الماي والمواد الطبية لانها خلصت، الحين لازم 20 دقيقة انطر. شوف الاشياء اللي تحت نفس ما هن، يبقى لها ساعة ما ادري. لا اتوقع اللي تحت الارقام هذه اللي هي الانتاج الكلي، يعني هذا يقولك ماي ملوث بعد ساعة ودي 20 دقيقة 30 دقيقة. انا عندي ماي اصلا ملوث، اي هذا الماي الملوث، هذا المياه الملوثة مو نظيفة، لازم اخذها من هنا مو ملوثة. كل ثلاثة ماي ملوث يعطيني واي واحد نظيف. خليني اكل هذا. شنو هذا؟ اي السلاح اللي طلعته او اللبس؟ لا اللبس. شوف هذا الاشياء اللي طلعتها. هذه اللي شلون اقولها لك يعني، ما ادري شلون اشرحها صراحة، بس خليني اتأكد من شيء. ما له شغل باللي توقعت انا مني يكون، بس اظن ان سلاح لي اول مرة يطلع لي يعني، مو طلع لي من قبل، فتوقع الشي هذا. خليني اتأكد. لا انا يا ليل طلعت من اللعبة. مشكلة اذا ضغطت بسرعة واستعجلت. اخي كل ما جيت اتأكد من الشخص هذا اسوي الحركة هذه. بتأكد الحين تشاركهم نفس النقاط ولا لا؟ مشكلة إذا ما تشاركهم، بلى تشاركهم نفس النقاط كويس، تكون نداء إذا ما تشاركهم نفس النقاط. المهم أنا خلصت، فعادي لو أطلع الحين إني ما سويت شيء أصلا عشان يتسيف أصلا. فيلا جود باي، مع السلامة اللي هو.